tree. هي نوع من أنواع الداتا ستراكشر، أيضا هي نون لينير داتا ستراكشر، ومشابهة بشكل كبير إلى التري للشجرة الباينري تري طبعا، لكن راح تختلف عندك في الوظيفة المستخدمة إليها. الآن إحنا استخدام هذه النوع من الداتا ستراكشر هو جدا مهم، وراح يسهل عليك الكثير من المهام في على سبيل المثال في عملية collection of string. يعني أنت عندك collection of string، عندك مجموعة من السترينج، فيمكن إنه تعملها على أساس عندك تري، وبعد ذلك يعني بشكل ثلاثية. طبعا هي الآن تسمية تري جاتك من عملية الاسترجاع retrieval. فهي مثلا على سبيل المثال إنه أنت عندك مجموعة من السترينج، فبدل إنه تبدي تخزين كل هذه السترينج داخل لوكيشن على الميموري، فيمكن انه تفصلها انت على شكل تري منها، وتبدي انه انت تبدي تستخلص من عندها هذه السترينج. فاحنا ما نحفظ فيها ووردز، هي تستطيع انه تحفظ فيها ووردز، ولكن انه الافضل انه تقوم بحفظ فيها سترينج معينه. مثل ما تلاحظ الان انه الاول هو يمثل لك الروت، ودائما ما يترك فارغ باعتبار انه ما تحفظ فيه شيء، باعتبار انه راح يتفرع من عنده البقيه. فالان تلاحظ انه هذه النود الان حافظ بها حرف التي، هذه تي او، هذه تي اي، مثلا التي اي متفصله الى تي اي اي، تي اي دي، تي اي ان، مثلا عندك الاي، الاي ان بعد يعني تتفرع الى اي ان، تتفرع الى اي ان، وهكذا. يعني من هذه العمليات كلها يمكن انه انت تحصل على فد ووردز معينه. على سبيل المثال ناخذ مثال معين. الان عندك هذه الكلمات الموجوده كات، بات، بيل، هذه الكلمات كلها. فالان انا عملتها تري، اوكي، مثل ما تلاحظ تري من عندها، فابدي فصل، قمت بتجزئه هذه الكولكشن اوف سترينج اللي موجوده عندي الى الاحرف اللي موجوده عندها. فالان ضمن هذه يعني ضمنها يمكن انه انا ابدا استرجع واحصل من عندها هذه الكلمات اللي موجوده عندنا. الان هذا ايش علامه الدولار؟ اللي هذا يعطيك انديكيت على انه هذا اند اوف سترينج، يعني هذا هو عباره عن اند اوف سترينج الانديكيت اللي موجود. ودائما عندك الروت لو تلاحظ انه ما تضع فيه سترينج معين، فيترك على اساس يكون فارغ باعتبار انه راح ترجع الى القيمه المعنيه.